احنا سعيدين بتواجد ريتشل واطفالها. المتحدثه الرسميه باسم السفاره الامريكيه راح تتكلم اكيد عن مشاعرها واحساسها وكيف شافت السعوديه والعمل في السعوديه كيف كان بعيون اكيد ريتشل. اهلا وسهلا فيكي وشكرا للاستضافه. انا هنا مع اولادي منذ 5 أسابيع فقط، ولكن من اول لحظه شعرنا بحسن الضيافه من قبل الشعب السعودي، ونحن تعرفنا على الاصدقاء والزملاء، يعني انا شخصيا وكمان الاولاد، ويعني الشعب السعودي لطيف جدا ونحن مبسوطين هنا. عبد الكريم من بوركينا فاسو راح يتكلم لنا عن اليوم الوطني السعودي ويقول لنا عن مشاعره. Okay, thank you. My name is Abdul Karim. I'm working with the embassy of Burkina Faso, and I know that we are celebrating now the 93rd National Day of Saudi Arabia. يوم وطني سعيد. ريتشل، كيف شفتي السعودية وش انطباعك عن السعودية وخاصة وتحديدا الرياض؟ أنت موجودة من فترة وأكيد كانت لك تجارب مختلفة، فتكلمي عنها. أكثر شيء عجبني هنا في الرياض يعني وجود فعاليات كثيرة للأوائل، فنحن ذهبنا إلى معرض ديزني، ذهبنا إلى البوليفارد، إلى الأسواق التجارية، المطاعم، وجربنا الأكل السعودي. الله. عجبنا الكبسة والجريش. يا سلام. وكمان أنا لاحظت أن الشعب السعودي يحبون الأطفال، وحتى عندما يشربون. Do you like Saudi food? Yes, I like. Kefta, Sirik, Shawarma. I like, yes. Yes, I love Saudi food. I like, I know Mandi. Yes. I know Gahwa, Saudi Gahwa.